البحر قتلهم ووجع قلوب أهلهم عليهم، وده حصل في العيد وفي أكتر من دولة كمان. وأول ضحية معانا هو أب صعيدي، بطل من محافظة إنا. كان ماشي هو وبنته على النيل وفجأة وقعت في المية، وعلى طول ومن غير تفكير نط هو كمان بهدومه علشان ينقذها، بس للأسف غرق هو كمان ومات. وعشان بنته تعيش بعد كده البحر قتل ناس تانية في الإسماعيلية بعد ما صحي أهالي قرية وادي الملاك على كارثة كبيرة، وهي غرق أخين في ترعة الشباب، واحد اسمه مصطفى عنده 8 سنين والتاني عبد التواب وعنده 10 سنين. ماتوا لما قرروا يهربوا من الحر وينزلوا المية، بس للأسف البحر غدار وغدر بيهم وقتلهم في الوقت اللي غرق فيه شاب تاني في محافظة الشرقية، ولسه الحوادث مكملة. بس المرة دي في فرنسا، والحكاية بدأت مع بنت روسية كانت بتتمشى مع صاحبتها على شط ريفيرا، وفجأة جت موجة كبيرة وخطفتها واختفت في ثواني بعد ما البحر بلعها، وحاول صديقها انه يلحقها بس من غير فايدة، وحتى فرق الانقاذ برضو معرفوش يلاقوها، ومحدش عارف لغاية دلوقتي هي عايشة ولا ميتة. بعد كل الحوادث كنا لازم نسألكم، تفتكروا كل اللي ماتوا دول علشان الإهمال ولا الموضوع كله قضاء وقدر؟ السؤال ده ليكم ومستنيين ردكم عليه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من مباشر مصر.